السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم يوسف دلال من خلال الشاشة المتميزة شكومينيك تي في. تقدم لكم هذه اللعبة الخاصة بالعقل، لعبة خاصة بالعقل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم يوسف دلال وخلال الشاشة المتميزة جوكومينيك تي في تقدم لكم سودوكي. هاد اللعبة اليابانية الشهيرة نيفو اللي ناخدوه هو نيفو ديابوليك، معناه جد صعب. هاد اللعبة كيف ما أشرنا سابقا تعتمد على التركيز والانتباه وكذلك الذكاء واستراتيجية. عندنا هناك عدة عوامل تتلعب في هذه المسألة. إذا كيف ما شفتوا، إذا عندنا نيفو تري ديفيسيل، إذا كاين واحد الطريقة لإنجاز هذه العمليات بأسرها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم يوسف دلال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم يوسف دلال من خلال الشاشة المتميزة جوكومينيك تي في. نقدم لكم اليوم لعبة الذكاء، لعبة استراتيجية سودوكي. هذه اللعبة اليابانية الشهيرة التي تعتمد بالأساس على الذكاء والاستراتيجية والدقة. إذا تنشجعكم في هذه العطلة، الدورة الأولى، تنشجعكم بممارسة هذه اللعبة الشهيرة على حساب المستويات. كاين مستوى جد سهل تري فاسيل، جيسكا ديابوليك معناها جد صعب. إذا نقدم لكم دابا استراتيجية كيفاش تنحلوا هذا الرقعة أو ما يسمى بالبوزل الخاص بالسيدوكي. إذا على بركة الله، إذا أول شيء هو نمشيو على الشكل الأفقي، فوالا بحال الشكل هذا بحال الشكل هذا. دكا مندوزو من عمود الى عمود اخر حتى نحلو جميع الالغاز اللي كاينين هنا في هاد الرقعه. ننتبه جيدا، نبدا بالرقم 9. لاحظوا جيدا، لان هنا 100% يكون رقم 9. بلوكي من هنا، بلوكي من هنا، بلوكي من هنا، نصب بصيك ورقم 9 هنا. أنا جيد. إذن 9 9 9 ثم 6، نصب بصيك 1 من 2. أكوه. إذن الاحتمال تنديرو قلم الرصاص. محتمل تكون هنا، محتمل تكون هنا. ننتقل لعدد آخر هو العدد 3. 3 هنا، 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 هنا. 3 بلوكي هاد الجهة و بلوكي هاد الجهة، 100% تكون هنا. إذن جيد. يجب ملء هذه الخانة. إذا لاحظوا معي رقم 7، لاحظوا معي رقم 7، نصب بوصون تكون 7 هنا. إذا نسي نقصوا رقم 5، 5 ما يمكنش تكون هنا، نصب بوصون تكون هنا.
ثم 8. إذن لقد تمكنا من ملء الخانة الأولى من 9 خانات لتتكون هذه اللعبة ديال السودوكو. لاحظتم كيفاش الطريقة ديال إنجاز تعتمد على هذا العمود. إذا كان هناك احتمالين شوفوا، إذا 100% تكون 70 إما هنا إما هنا، إذا 5 هي البلاصة ديال هادي 7، إذا 1 2 3 4 5 6 7 8 9. إذا وقعة جيدة جدا. إذا نتمم لاحظوا جيدا، هذا 6 من طريقه، هذا 6 من طريقه، هذا 100% تكون هنا، هذا 7 تكون هنا. نروح إذا أكين هنا، هذا 100% تكون هنا. كاين اختيارين، رقم 1 هنا هنا، هاد اللعبة هادي تطلب التركيز والهدوء داخل الوقت. إذا لاحظوا جيدا هنا هنا من تكون 5 سد واحد 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 تايكنش كانت
كده هنا اسكن هنا ضروري. صبر صور شوف لحظة لحظة جيدة طبعا الناس كون صبر صور بقى ريسيت ستة صلاة الله انا اسكن هنا الله هنا واحد هنا ستة لقد استطعنا الآن من هذه الخانة الثانية. إذن الخانة الثانية من هنا قطينا دابا 8 الخانات. الخانة الأولى درنا هي هذه، الخانة الثانية هي هذه. أنا بقي هنا جوج حسيمانات، إذن ننتقل إلى هذا العمود. هنا أربعة ننتقل إلى هذا العمود. ثم أقوم بحل هذا العمود العمودي. Deux options, on a cinq. ستة ستة
Tout ça, tout ça. واحد جيدا 100% تكون واحد وهنا 100% تكون تسعود هنا في المكان تكون 8 ثلاثة Non, c'est pour ça ce que je mets là. Trop d'amour. قطين بالاخرين ما هو العدد الذي ينقص هنا العدد اللي قصنا واحد جوج ثلاثة مكانش ثلاثة العدد اللي قصنا واحد جوج كاين جوج هنا هذا تسعود واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة الخمسة هو العدد الأخير إذن هذا هي لعبة السودوكو الصعبة جدا قد تجاوزت تقريبا ماشي 20 دقيقة ولكن أكثر من ساعة إذن تشكراتي
جميع محبين جوكوميونيك تي في. شكرا لكم.